ازاي تنظمي وقتك بين شغل البيت والعيال علشان الدنيا تبقى رايقه واخر جمال. هقولك، بس ما تنسيش اللايك والشير والكومنت وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. نمسك اليوم من اوله. اول ما تصحي هتفطري مع اولادك، دي مرحله وهم وحشينك قبل ما تجيبيهم من شعرهم. وبعدين يبدا وقت بيتك، تروقي تنضفي تغسلي وتطبخي وتنزلي السوق وعينك عليهم برضو علشان الولاد واخدين حق مكتسب 48 ساعه في ال 24 ساعه من خناق وزعيق. والحقيقه يا ماما ده ضربني، ده قرصني، ده طلع هدومي من الدولاب والبسها، ده شد شعري، وغيره وغيره وغيره. لو قعدنا من هنا لبكره نقول بيعملوا ايه مش هنخلص. تخلصي اكلك وتتغدوا وتغسلي المواعين وتلمي الدنيا، خلصتي كده وقت البيت، ابدأي بقى وقت العيال. العبي مع الصغيرين، هزري مع الكبار، هيفتكروا الوقت ده لما يكبروا وهتبقى ذكرى حلوه يحكوها بدل ما يفتكروا ماما بتاعت ضرب الشبشب. وبعدين اليوم خلص، يبداوا يناموا وانت ابداي شوفي نفسك بقى قدامك 3 دقايق تروقي فيهم على نفسك، ده ان قدرتي تقعدي ال 3 دقايق. لو قدرتي بقى انت ووصلتي ال 3 دقايق، كوبايه شاي بلبن وبقسماطه واقعدي بقى مع نفسك ال 3 دقايق. ولو ما قدرتيش ابقوا اقعديهم في الجنه ان شاء الله. وطبعا ده المقرر طول ايام الاسبوع. نيجي بقى ليوم الجمعه، يوم اجازه العائله. يوم الاجازه ما تروقيش خالص، لم الدنيا من على الوش بس، لانه يوم اجازه مش هنقعد طول النهار نروق. وحاولي تخرجي فيه، تروحي عند مامتك، تروحي عند حماتك، لو الحاله متيسره تخرجوا تفسحوا وتبقي فكتي عن نفسك مع العيال وابوه. وبعدين اقعدي اشتمي في اليوم اللي فكرتي تخرجي فيه، واليوم اللي فكرتي انك تنزلي من البيت فيه، واليوم الاجازه اللي فكرتي انك ما تروقيش فيه من اللي هتشوفيه في الخروجه مع العيال وابوه. علشان اقولك اللي بيحصل في الخروج مع العيال وابوهم ده عايز له حلقه كامله لوحده، هقولك الفيديو الجاي استنيني.